رغم الظروف الصعبه اللي كيمر القطاع الفلاحي، كيف كتعرفوا كل شيء، السن ديال الجفاف، قله الماء، المشاكل اللي عندنا، مطروحات الغلاء اللي وقع، كل شيء حنا جد ضروري بهذا التوقيع ديال هذا اليوم ديال الاتفاقيه اللي في داخل الحوار الاجتماعي، لان كتعطينا واحد الافاق المستقبليه، ونتمنى ان شاء الله نحلوا بها المشاكل اللي عندنا اللي عالقه منذ القديم، وهي هذا القانون الاضراب، قانون القانون العام ديال الشغل، هادشي كله اللي خصو ان شاء الله هاد الشراكه ما كتفكش المشكله اليوم، كتفك المشكل ديال كيف دوا عليه السيد رئيس الحكومه. انا من هنا حتى الشهر 10 غادي يكون عندنا واحد النقاش في هادشي، في واحد الظروف ديال هاد كيف كيقولوا الدوله الاجتماعيه اللي كنبغيو نوصلوها، واخا نتمنوا نديروا شويه ديال الضغط على الفلاحه ديالنا باش يكون شويه الاثمنه، لان غادي يكون كتزاد عليهم في الاثمنه، كتزاد عليهم في المصاريف، ويمكن الاثمنه حتى هي تزاد في المنتوجات، وان شاء الله نتمنوا المنتوجات تبقى في متناول المستهلك المغربي، وهذا الشراكه ديالنا ولا بدا مع العمال ديالنا، لا بدا خصنا واحد الشراكه اللي غادي تعطي النتيجه ديالها ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.